عليكم يا اساتذة. ازيكم؟ المهندس احمد شوقي، المعيد العرب، اداره الشرطه الهندسيه. باشمهندس بتعملوا ايه هنا بقى؟ قول لي صعوبه نقل تمثال 83 طن، يعني حاجه رهيبه جدا. احنا الحمد لله النهارده مشينا بالتمثال من مكانه اللي كان موجود فيه من 2006 ودخلنا بيه. المفروض دلوقتي ان احنا هنظبط مكانه الاحداثيات بالظبط اللي هي تعرض بيه العرض المتحفي، وهيبتدي يتحمل على الركائز اللي موجوده فوق العربيات ديت، بحيث ان العربيات التحميل تمشي ونبتدي ننزل التمثال في القاعده بتاعته، نصب عليه قاعده خرسانه ونبتدي نفك الكمر المعدني الحديد اللي هو النظام الحامل للتمثال. قول لي ايه الفوم ده دلوقتي؟ انت محوط التمثال بفوم؟ اشرح لي بالظبط. حضرتك التمثال احنا ما نقدرش نلمسه او نثبت فيه، فاحنا اللي بننقل منه او مثبتين فيه الحديد دي قاعده الخرسانيه اللي كانت موجوده في تمثال رمسيس. والقميص المعدني ده بعيد عن التمثال، فعشان ما يحصلش حركه للتمثال واحنا بنتحرك، فبنعمل فوم بكثافه عاليه حوالين التمثال بينه وبين الحديد، يوم يتحرك ككتله واحده ما يبقاش في حركه بينه وبين الشاسيه المعدني. المفروض التمثال بقى دي القاعده، دي مكان القاعده بتاعته بالظبط، ودي احنا عاملين نقط مساعده عشان ننزل التمثال بالظبط على النقط، نظبط بالعربيات معلمينها من الاول بحيث ان احنا التوجيه بتاعه بتاع العرض المتحفي يبقى بالظبط زي ما مطلوب مننا. والحقيقه بحييكوا، ده انتوا كله مولين العرب هنا. حاسس بفخر، فخر كبير قوي لان الشغل كله بايدي مصريه، يكفينا فخرا ان ايدي مصريه. طبعا انت عارف انت فين، الى الملك بتاعنا القديم بتاعنا. ايوه. حاسس بايه؟ اسمك ايه؟ محمد عبد اللطيف. سعادتك. مين يا محمد؟ سعادتك انا مريد المنيا، قاعد في مصر القديمه هنا. وانت بتنقل الملك المنيا ده، انت وسط الاثار، وسط الاثارات. انا فرحان، حاسس ان بننقل الملك وهو داخل كده. سعادتك ملك واقف. هيستلم العرش بتاعه سعادتك. انا عايزه احييكم الحقيقه واشكركم كل الناس اللي فوق واللي تحت، وانا بحييكم وبقول لكم ان انا فخوره في مصر، وكل الفخر صنع في مصر. صنع في مصر، وده طبعا ده الملك المصري الذي يجلس على قاعدته، يعني ليشرف ويحيي كل الجماهير وكل الناس الزوار اللي جايين، ويحمي الجيزه كلها طبعا، ويستقبل ضيوفنا من العالم، ويوري ان مصر هي بلد الحضاره، وان احنا بنستقبل ضيوفنا من كل الدنيا، وان شاء الله باذن الله يكون ليه، هيعمل نقله باذن الله في السياحه في مصر باذن الله. العالم كله منتظر حقيقة النهارده، العالم كله بيغطي الحدث النهارده، نازل في بريكنج نيوز في كل الوسائل الاعلام الاجنبيه، كانوا بيتابعوا معانا لايف. ان شاء الله باذن الله يكون وشه حلو على المتحف ويكون مقره النهائي ولا يتحرك تاني ان شاء الله. وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبشكر كل الناس. اتفضل. تحيا مصر. تحيا مصر. وانا بشكركم، بشكر كل العاملين في شركه مواويل العرب والهيئه الهندسيه وكل الناس اللي اشتغلوا طبعا في وزاره الاثار. واسمحوا لنا ان احنا ننتقل لمكان اخر داخل المتحف الكبير، ابتدت معالمه تتضح. والحقيقه احنا قررنا نيجي النهارده عشان نشوف بوادر هذا المتحف العظيم اللي بيضم اثارنا كلها، واللي بيستقبل كل زوار من كل العالم، في مقدمتهم طبعا الملك الأعظم رمسيس الثاني.